المرض هو مجهول السبب، ودائما هو بيخص وبيصيب المراهقين، اسمه جنف المراهقين. رح نتعرف سوا على هذا المرض وشو اسبابه. يمكن انه مجهول السبب، بس الا يمكن ما نلاقي مع الاخصائيه شي سبب وشو هي ممكن طرق العلاج اللي تكون صحيحه، وايضا طرق الوقايه اذا في طرق وقايه. رح نتعرف على هذا المرض اليوم وكثير تفاصيل عنه مع السيده ريم موسى قبه، ماجستير في العلاج الفيزيائي واختصاص في معلوماتيه حيويه. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك استاذه. صباحكم صباح سوريا. اهلا وسهلا فيك باستديو الاخباريه السوريه. خلينا بدايه عم نحكي يمكن عن مرض بنسمع عنه كثير، بس يمكن بالفتره الاخيره صار منتشر عند فئه المراهقين. بيقولوا انه مجهول السبب بنسبه 80 85%. خلينا نعرف اكثر تفاصيل احنا والمشاهدين شو بنقصد بالجنف. ميرسي لسؤالك عن ستنا. كثير مهم نعرف اول شيء تعريف الجنف مجهول السبب لحتى نقدر نفكر بعدين بحلول للعلاج وللوقاية منه. تعريفه هو تشوه معقد ثلاثي الأبعاد بالعمود الفقري، بيظهر عند الأطفال بعمر المراهقة بفترة قفزة النمو، وقت بيكون العمر بين 10-18 سنة تقريبا، وممكن يستمر حتى طوال الحياة. وهو يتظاهر بميلان جانبي بالعمود الفقري، الميلان منشوفه من له جنف، بمقدار 10 درجات أو أكثر مع دوران بالفقرات. يعني إحنا لازم يكون في عنا ميلان، يكون عنا دوران لنقول إنه هذا المريض اللي قدامنا عنده جنف. تمام. شوية إحصائيات معلش. هو بيصيب تقريبا 2-3% من الأطفال. يعني إذا عنا 40 طفل فعندي طفل ممكن احتمال إصابته بالجنف، إذا 1000 طفل فعنا 25-27 طفل مصاب بالجنف. أطفال. طيب شو الاسم العامي لهذا المرض؟ يعني غير جنف في شيء اسم بالعامية أو محكي بين الناس؟ هلأ الأشياء اللي بيحكوها أنه التواء ميلان، هو أكثر من أنه يكون التواء أو ميلان، ورح نشوف ليش وليش سموه مجهول السبب. خلينا هون، يعني نحن بداية بلشنا بمرض مجهول السبب، وهذا الشيء ممكن يخوف كثير عالم أنه مجهول السبب. معقولة هيك فجأة أنا طفلي أنه يصير عنده جنف؟ هذا الشيء يعني شوي بيخوف. معقول ما في سبب واضح لحد هلا؟ سمي بمجهول السبب لأنه في كتير أسباب وعوامل مؤدية لحتى يظهر هذا الجنف. في كتير شغلات واضطرابات بتصير بالجسم لحتى آخر شيء نشوف هذا الميلان اللي صار عند الطفل. كتير صار في دراسات على ليعرفوا شو سبب هذا الميلان اللي عم بيصير بالعمود الفقري. يعني في منهم فكرة شائعة انه عضلة طويلة عضلة قصيرة، فانا بمطط القصيرة وبشد الطويلة لحتى رجع العمود الفقري، بس هو الموضوع اكثر من هيك بكثير. ببلش من الجينات قبل ما يخلق الطفل، بالعوامل البيئية اللي بتتعرض للام للتشكل. تمام. العوامل، في عنا عوامل خارجية مثل تحميل الجسم، الغذاء اللي عم ناخده، التعرض للمواد الكيميائية، إصابات معينة. تمام. العوامل الداخلية هي عوامل هرمونية وعوامل النمو، كلياتها عم بتأثر على طريقة التعبير عن جيناتنا. يعني نحن جينة موجودة إذا في عنا استعداد وراثي، ولكن العوامل البيئية بتجي وبتأثر إنه يا جينة يا بتتعبر عنا او ما بتتعبر عنا. يعني العوامل البيئيه اكثر من العوامل الوراثيه بهذا الموضوع؟ العوامل البيئيه لها دور كثير كبير، كمان العوامل الوراثيه. تقريبا في عنا 30% من مرضى الجنف في لهم تاريخ عائلي بالاصابه. طيب خلينا نحكي عن الاعراض او نوضح العلامات والدلالات اللي ممكن تظهر اليوم عند المراهقين لنعرف انه عم بيعانوا يمكن من الام معينه. شو فينا نوضح عن هذا الموضوع؟ تمام. نحن هلا لانه نسبه انتشاره تقريبا كل 40 طفل عندنا طفل مصاب بالجنف، فانا بتوجه لكل ام لكل مدرسه يصير في عندنا مسح مدرسي للاطفال بهذا العمر. هو بلشت هي البادره حقيقه بحمص برعايه كليه البعث
العلوم الصحية ومديرية تربية حمص ووزارة التربية، والشكر لمديرين مشروع الدكتور صلاح غازي نائب عميد الكلية والمدرب والخبير الدولي بالجنف السيد فراس وهبة. بلش بحمص وأنا بتمنى يمتد ليشمل كل سوريا. بالمبدأ أنه نحن بنتبه على طفلنا، إذا في عنا ميلان بالكتفين، عدم تناظر بالكتفين، عدم تناظر بالخصرين، عدم تناظر بالحوض، في علامة الانحناء الأمامي لآدم إذا بننتبه على الحدبة الضلعية والحدبة القطنية والحدبة الظهرية. أي شيء منلاحظ أنه عدم تناظر، أو البنت لما بتلبس أواعية ننتبه أنه إذا اللبس منيح عليها ولا لا، في كتف مايل عن الثاني، هذا بيبين معنا بس بدنا ننتبه له بشكل دوري. ساعتها لازم اذا انتبهنا انه في عدم تناظر لازم نحيل للطبيب المختص لحتى يشخص ويأكد لنا. خلينا نحكي هون عن العلاج، ممكن يكون في علاج لهذا المرض، علاج جذري حتى بدون ما يضل اي اثر لهذا المرض، وقد ايه ممكن مده العلاج تستغرق من الوقت؟ تمام. الحقيقه نحن اذا رجعنا للاسباب تبع الجنف، قلنا في اسباب جينيه، في اسباب عصبيه غديه، في اسباب عصبيه عظميه، في اسباب تكامل حسي حركي للجهاز العصبي المركزي. كل هدول عم بيصيروا لحتى عم يبين عندي هذا الميلان. فنحن بالعلاج، الخيارات العلاجيه عندنا علاج جراحي وعندنا علاج محافظ. نحن بنحاول قد ما فينا انه نحافظ على جوده حياه المريض بهذا العلاج. يعني شفاء تام من الجنف ما في، حتى الجراحة ما بتشفي من الجنف، هي بتثبت وبتقوم العمود الفقري، بس المرض موجود. يعني بدي عالج جينات ولا عصبية ولا غدية ولا شو بدي عالج لعالج، وإنما دورنا أنه نحن ما يعمل تأثيرات على تنفس الطفل أهم شيء، ونفسيته اللي بتتأثر بجماله وشكله، بيكون بعمر المراهقة كتير حساس لهي الأمور. صح. العلاج المحافظ هو بينقسم لخيارين، علاج بالتمارين المحددة المخصصة للجنف اسمها PSSE، وعلاج بالمقومات البريس. دور العلاج المحافظ طبعا نحن بنتدخل بالعلاج وقت تكون زاوية الجنف أكثر من 20 درجة، تحت 20 درجة نحن ما لازم نتدخل، لازم بس نراقب بشكل دوري على مدى الأشهر 3-4-6 شهور حسب حالة كل مريض. طبعا التمارين العلاجية المحددة هي كثير خصوصية بالجنف، وهي تخصص وعلاج جديد فات على البلد، فبدنا نطول بالنا شوي لحتى يصير منتشر اكثر ويصير شائع اكثر، وتصير المعلومه العلميه الصحيحه هي يلي متبعه اكثر. حتى بالجهاز الجنف البريس نحن مو اي قطعه بلاستيك حطيناها على الجزع صار اسمها جهاز للجنف. جهاز الجنف هو قطعه من علم، ما أنا قطعه من بلاستيك. تمام. يعني ذكرتي نوعين من العلاج اليوم للجنف، طيب شو العلاج؟ هو هذا العلاج بناسب اليوم كل المصابين ام لا اليوم حسب يمكن الدرجات او الحالات عند المريض؟ الحقيقه انه العلاج اكيد مو لكل المرضى بشكل عام. اذا بدنا نحكي نحن عن مريض مصاب بجنف، فنحن عندنا تقريبا 60 تقييم سريري وشعاعي لحتى نقدر ناخذ تصنيف للمرض يلي عنا ونقدر نتوجه بالعلاج له شو هو، فلازم نكون عارفانينهم كلهم لحتى قدرانين نتوجه بالعلاج. تمام. خلينا نحكي كمان نوضح شيء، انه اذا العمود الفقري كان مايل، في بس ميلان وعضلة طويلة وعضلة قصيرة، هالشيء له علاقة لحتى يسبب التواء او يصير في جنف؟ رح ادخل بالقصة انه من جهة اللي عم نحكي فيه هو الجنف الثانوي او الوظيفي بسموه. هو الجنف بشكل عام كله كثير بعيد كل البعد عن عضلة طويلة وعضلة قصيرة. ممكن الجنف الوظيفي يصير بسبب فرق بطول الطرفين السفليين، فعمل ميلان بالحوض، صار في عنا ميلان بالعمود الفقري، ما صار دوران بالفقرات لسه، فنحن إذا عوضنا قصر الطرف بنلاقي العمود الفقري رجع مستقيم ونحلت المشكلة. وفي عنا يمكن الجنف الحدابي؟
نوع من بترافق مع الجنف تشوهات تانية. الأغلب الشائع أكثر شيوعاً هو نقص بالحضاب الظهري. نحن في عنا حضاب ظهري طبيعي كلياتنا عنا اياه، اغلب الحالات بصير فيها نقص بهذا الحضاب، وهذا الشيء على حساب القفص الصدري والرئتين بصير. لهيك نحن بالتمارين تبعنا اللي شائع انه نحن بنعمل تمارين فرد بصل وبسط وصل للامام والخلف، شد ميكانيكي آلي، هذا كله عم يأذي مريضنا. ليش؟ لأنه عم يزيد الدوران، وكل ما زاد الدوران كل ما العمود الفقري قرب أكثر على القفص الصدري، كل ما أذى السعة التنفسية والمشاكل القلبية عند الطفل. تمام. طب خلينا نحكي عن بعض التمارين الخاصة أو الأمور المتبعة الخاصة لحتى نخفف عن احتمالية الاختناق أو الواحد أنه يحس أنه كابس على نفسه نتيجة هذا المرض. المدارس أو التقنيات المختصة بالعلاج المحافظ للجنف هو علاج تخصصي نوعي، هن 8 مدارس 8 تقنيات متبعة عالميا. كل مدرسة في إلى تقنيتها الخاصة بالتقييم، وبناء على هذا التقييم الخاص بيكون في تقنيتها الخاصة بالعلاج وبتمارين العلاجية. حتى كل مدرسة في جهاز جنف مناسب أكثر للتمارين التخصصية أو للتصنيف تبعه. فمع اختلافهم فهن بيشتركوا بعدة نقاط كثير مهمة. أول شيء مبدأ التصحيح الثلاثي الأبعاد اللي عم بيصير بالعمود الفقري، وليس مبدأ تصحيح الثلاث نقاط اللي بيصير على مستوى واحد بالعمود الفقري. تصحيح ثلاثي أبعاد، دي روتيشن، ديتورجن يعني عكس الدوران اللي عم يصير بالفقرة، وعكس الالتواء الهندسي اللي عم يصير بكامل الجذع والعمود الفقري، والاستطالة الذاتية. طيب خلينا نتوسع أكثر بالموضوع ونعرف مين الأشخاص اليوم مؤهلين يصير عندهم الجنف. يعني حكينا عن المراهقين، يمكن كمان نسمع عند المرأة الحامل عند كبار السن. خلينا نوضح مين أكثر الأشخاص المعرضين. هلأ إذا نحن عم نحكي عن جنف المراهقين مجهول السبب، هو بيصيب أكثر شيء الأطفال بين عمر 10 إلى 18 سنة. لهيك البادرة اللي صارت بحمص وبتمنى أنه تعمم على كل سوريا بلشت بالمدارس اللي عندهم هاي الفترة العمرية. وليش؟ لأنه أفضل فترة لحتى نحن نتدخل بالعلاج المحافظ هي هذا العمر، لأنه في فترة اسمها تسارع الجنف. تسارع الجنف وتطوره بدرجات كبيرة كل شهر، بفترة قبل البلوغ بسنتين وبعد البلوغ بسنتين. فنحن إذا خلال هاي الفترة قدرنا أنه نحصر الزاوية بمجال معين، نحن بنكون عملنا كتير إنجاز للمريض. أكيد. طيب خلينا بنهاية فقرتنا معك هيك بعض النصائح المهمة لجميع الأهل، يمكن هنون لأنهم مدركين أكثر من الطفل المراهق اللي بيكون عنده، إذا لاحظوا عنده أي عارض ولو حتى بسيط شو ممكن يتصرف بهي الحالة؟ في داعي للخوف أو للقلق والتوتر بهي الحالة؟ وإمتى ممكن تكون الحالة ممكن تظهر فجأة بشكل مبالغ فيه وتستدعي لأمر خطير؟ كيف هيك ممكن نتصرف؟ تمام. المشكلة إنه الجنف هو غير مؤلم، لهيك نحن منشدد على الفحص الدوري إن كان مدرسي أو كان منزلي للأم اللي عم تفحص طفلها بالبيت، على عدم التناظر بالكتفين وبالخصر وبالحوض. وقت بتلاقي عدم تناظر طبعا هي بدها تتوجه للطبيب المختص لحتى يشخص لنا ويأكد لنا التشخيص. فطبعا كل ما اكتشفنا مبكر اكثر كل ما كان الحل اسلم واحسن بالنسبه لطفلنا. طيب في مضاعفات او اثار جانبيه خطيره للمدى الطويل اليوم للموضوع الجنف؟ أكيد وقت بينترك بلا علاج كل ما الزاوية عم بتزيد، كل ما عم تضغط على الرئتين، كل ما عم تعمل مشاكل قلبية، حتى بتوصل لمشاكل نفسية واكتئاب عند الأطفال بهذا العمر لما عم يشوفوا شكلهم هيك وعم بيصير عندهم انعزال اجتماعي نوعا ما. أي ملاحظة للطفل بهذا العمر رح تكسر خاطره، رح تلقائيا رح ياخذ زاوية لحاله، ما عاد يحب إنه يشوف حدا. فالمشاكل صحية ونفسية كتير كبيرة بتصير إذا أهملنا الموضوع وبترك بلا علاج. خلينا نستغل وجودك معنا وأسألك لسه سؤال، شو هي المشاكل القلبية اللي ممكن تصير؟
هلأ بالعادة بيترافق الجنف مع المشاكل القلبية، بيكون في وهو شائع بعد العمليات الجراحية القلبية عند الأطفال. هون فتنا بتصنيف للجنف اللي هو له سبب، أو طلعنا عن موضوع جنف المراهقين يعني مجهول السبب. يعني مين ممكن يسبب مين؟ الجنف ممكن يسبب مشاكل قلبية، أو المشاكل القلبية ممكن تسبب جنف؟ هنا اثنيناتهم بيأثروا على بعض. طيب نصائح للحفاظ على صحة العمود الفقري والابتعاد عن العادات الخاطئة اللي ممكن يمارسوها يمكن الكبار والمراهقين، بما أنه إحنا عم نركز عليهم اليوم ضمن صباح. تمام، العادات الخاطئة هي ما بتسبب الجنف حسب ما شفنا قبل شوي، إنه أسبابه كثيرة وحقيقية وبنيوية بعظم الفقرة عم بتصير بالنهاية، وعلاجنا حقيقة رح يأثر على حتى على عظم الفقرة إن كان جراحي ولا إن كان محافظ، فهو أكبر من إنه وضعية خاطئة سببت الجنف. الوضعية الخاطئة ممكن تعمل لي جنف ثانوي أو مجرد ميلان، هلأ إذا طال على مدة طويلة كتير ممكن يتحول بعدين لجنف بنيوي، أما إذا ما كان عندي استعداد أو أي سبب حقيقي من الأسباب اللي ذكرناها لحدوث الجنف، فهي القعدة الخاطئة أو شنطة المدرسة ما بتسبب لنا جنف، وإنما هي فقط إذا كان موجود هي بتزيده وبتظهره بشكل أسرع. يعني هلا نحن قعدتنا هيك لمده ساعتين صحيه ما بيصير معنا جنب. لا ان شاء الله. شكرا كثير لك اكيد على كل النصائح اللي قدمتيها، ولسه كمان يعني كثير من الاسئله بتتداول حول هذا الموضوع، لانه مثل ما قلتي هو مجهول السبب، فكثير بتكثر الاسئله حواليه وبتخوف الاهل كثير، وممكن هلا ممكن احد مانهم يمكن سمعانين فيه يلاحظوا كثير اشارات عند اطفالهم تستدعي لاستشارة الطبيب، بيكونوا ملاحظين شيء خفيف ويسرعوا من عملية الشفاء والعلاج. قدامهم انه الكشف المبكر عن هذا المرض، او اذا ما في اي اشارات فينا نحن نعمل كل فترة كشف عن هذا المرض، يعني بما انه هو ما في علاج جذري له، فينا هيك بشكل دوري نعمل كشف عن هذا المرض؟ هو ضروري انه نعمل كشف دوري عن المرض، ان كان الام ببيتها او اذا صار مسح مدرسي بكل سوريا ممكن نكتشفه على بكير، لانه ما في اي اعراض بتاثر على الجنف. اسمحوا لي اتشكر اللي دخل مفهوم التخصص النوعي او العلاج التخصصي النوعي للجنف، واللي هو سجل اسم سوريا بخارطة الدول العالمية للعلاج المحافظ بالجنف، الخبير والمدرب الدولي السيد فراس وهبة. بدي اتشكر مشفى ابن النفيس ومشفى المجتهد، ممثلين بمدراءهم واداراتهم على تعاونهم بهذا المجال وتقبلهم للفكرة، وهن حقيقة بلشوا يشتغلوا لحتى يدخل هذا العلاج التخصصي النوعي ويصير متاح لكل المرضى. يعني حضرتك اختصاصية بالعلاج الفيزيائي، اليوم عم نحكي عن الجنف، فكيف ممكن نعالجه فيزيائيا؟ كم جلسة ممكن نحتاج؟ تمام، هلا هذا السؤال بيوجهني لزملائي المعالجين واصدقائي. المجال كثير جديد نزل على البلد، فنحن لازم نطول بالنا شوي لحتى نقدر نستوعب اكثر، نفهم اكثر، نقرا اكثر عن الموضوع، وهذا كله بده شويه وقت لحتى يصير العلاج التخصصي النوعي اكثر شيوعا، والمعلومه العلميه الصحيحه هي اللي اكثر رواجا. لازم انا كمعالج فيزيائي اكون عرفان منيح، اريان منيح عن الجنف ومفاهيمه وآلية التشوه يلي بتصير فيه، لحتى اكون متبع احدى الدورات التخصصيه للعلاج المحافظ للجنف لحتى اقدر اعالج. مو معقول انا اروح اقرا كتاب او شوف فيديو على اليوتيوب وروح طبقه دغري على مريضي. لازم يكون في استشاره اكثر، لازم يكون في اول شيء استيعاب وفهم كامل للمرض وآلية التشوه ودورة تخصصية بتعطيني الأساسيات لحتى أقدر أعالج مريضي. بما أنه تخصص جديد، أو مثل ما ذكرتي العلاج طريقة العلاج ممكن تكون جديدة، شو هي الدراسة أو الاختصاص اللي لازم بالأساس يكون الشخص متخصصه لحتى يقدر يتبع هاي الدورة ويصير حدا خبير بالعلاج الفيزيائي لهذا المرض؟
تمام. هي التمرينات العلاجية المحددة اسمها فيزيوثيرابيوتيك سبيسيفيك سكوليوسيس اكسرسايز، يعني تمرينات علاجية فيزيائية محددة للجنف وخاصة بالجنف. فهلا نتبنى مدارس حقيقة. والسيد فراس وهبة هو مدرب دولي لتقنية اسمها PSSE شروث، وإن شاء الله عن قريب بعد وقت رح يصير في دورة تخصصية بهذا المجال قريبا بسوريا، ويكون في كثير معالجين عم يقدروا يعالجوا جنب. اكيد ان شاء الله. يمكن ببدايه حديثنا مع حضرتك ذكرتي انه للنمط الغذائي في دور بالموضوع، خلينا نوضح شو علاقه النمط الغذائي اليوم بالجنف عند المراهقين. النمط الغذائي هو للاسف وقت بيكون في عندنا سوء تغذيه، الام هي حامل، فهو بياثر وكثير بياثر انه يصير معنا يظهر الجنف عند طفله وعند الجنين. كمان حتى وقت يخلق، يعني هي التغذية الجينية كمان تخصص جديد ويستدعي اختصاصي تغذية لحتى يكون ضمن الفريق يلي عم يعالج الجنف. أكثر تأثيراته هي على تمعدن العظام وكثافة العظام وقوة العظام. في أغذية معينة لازم نتبعها اليوم أو نتجنبها بنفس الوقت؟ بشكل عام لأنه ما له تخصصي رح أحكي بس عن شغلتين، هي الكالسيوم وفيتامين دي، هن كتير أساسيين. ممكن هدول يكونوا بشكل وقائي حتى غير انه بشكل علاجي؟ ممكن وهن مهمين حتى مو بس للجنف، لكل اكيد لكل الجسم، بس انه يعني اذا كانت النسبه كافيه بالجسم وضلينا مداومين ممكن انه هالشيء يحمينا او يوقينا من الاصابه بالمرض ولا لا؟ شفنا انه هو مرض متعدد العوامل، يعني وهو عامل من بين هاي العوامل. بس حضرتك يعني حكيتي صح انه هو اكثر من 70% من الحالات عم تترافق مع نقص بالكالسيوم ونقص بفيتامين د. هلا ليش لسه ما بيعرفوا، يعني دائما بيقولوا باخر دراسه انه يلزم المزيد من التجارب والدراسات لتاكيد المعلومه. يمكن حكينا عن انواع علاجيه عديده اليوم للجنف عند المراهقين، في للعلاج الدوائي اليوم دور بتخفيف من هي الاعراض او المضاعفات؟ هي نتيجة، هي تخصص الطبيب المختص هو. يعني ممكن تكون في علاج بالأدوية؟ ممكن حسب شو الحالة السريرية، بس هي العلاج مو للجنف، مو موجه للجنف. العلاجات الخيار العلاجي كمان في عنا الجانب الجراحي يلي هو في له جايد لاين معينه، انه اذا كانت الزاويه اكثر من 45 والطفل ما ناضج هيكليا، اذا كان في عنا نضوج هيكلي والزاويه اكثر من 50 درجه، فهو صح نحن بالعلاج المحافظ عم نحاول نتجنب العمل الجراحي او ندفشه او نأجله، ولكن العمل الجراحي هو ما له في المرعب، هو احد الخيارات العلاجيه لنا. مع ذلك فهو ما بيشفي من الجنف، مثل مريض السكري وقت يصير عنده غرغرينه نحن بنبتر الطرف، بس هو ضل مريض سكري. اكيد اكيد. بالنهايه وبالختام بدنا نشكرك كمان مره ثانيه على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها اليوم. كنتي معنا ريم موسى، قدي ماجستير في العلاج الفيزيائي واختصاص معلوماتيه حيويه. اهلا وسهلا فيكي. ميرسي. اكيد بدنا نشكرك كثير وعلى كل المعلومات المهمة اللي قدمتيها اليوم بهذا الموضوع، لأن فعلا يمكن ما عم يتم تسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع. من شكر وجودك. بتشكركم لأنه حقيقة التوعية بهذا المجال كثير مهمة. بتشكركم على هذا الشيء لأنه في عنا أم، في عنا طفل هلا عم يحضرونا ولازم يسمعوا. أكيد.